ليش عمرك؟ 19. أعرفك لما كنت هالقد. صارنا زمان هلا عمو. وسا صرت زلمة بدك تسوي شيء. I dag markerer vi årsdagen for det største terrorangreb på dansk jord. Alle de problemer, vi ser i det her land, den kan vi føre direkte tilbage til de fremmede mennesker. De skal altså ud. كلهم خايفين بالمطر. حتى أمي وأخوي. فكر أنا هربت من بلادي عشان أجي أتبهدل هون. Vi skal beskytte og forsvare os. Ved lov har de fået deres statsborgerskab. Ved lov kan vi fratage dem statsborgerskabet igen. هدول اللي أنت بدك تساعدهم. هدول اللي أنت بعيونهم بدك تكون بطل. Folk dør hver dag i Syrien. Dør der en her, så går hele verden i stå. Kom, Gruber! مرحة ليش رجعت متأخر؟ شفت مشوار. حاول شوي تتواجد أكثر بالبيت. كان مدوم ده في ستورة. تعيد نولك يوت تعالى تنفهم لنا. قم لوحدك وتجمعوا كلهم ان احنا ارهابيين. الدنيا كلها خلصت، ما عاد في محل تهرب. الناس في سبي انتي تنسكن انت بستيقا يتنع وين يا ايسر ايه انا 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 انا